السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. presentation today about Healthy House Conference World Area Clinic Community Health Nurse Department presented by Dr. Saha Sakhar. هنتكلم على definition of healthy house و characteristic of healthy home design و characteristic of healthy house و situation of informal area in Egypt, slum and squatter و types of slum and general characteristic of slum area. Healthy house is a basic requirement for population health. Improved the housing condition can save lives, reduce disease and increase quality of life. Healthy House ده كونفرنس من رورال اريا كلينيكال اريا. مهم جدا هنعرف فيه دلوقتي يعني ايه كاركترستيك هيلث هاوس، يعني ازاي بيأثر على البوبوليشن هيلث. هنشوف ايه التايبس بتاعتها مع بعضينا ان شاء الله وازاي قد ايه ان هما بيأثروا على البوبوليشن هيلث. هيلثي هاوس، هيلثي هاوسنج ات شيلتر ذات سبورتس ستيت اوف كومبليت فيزيكال mental and social well-being. لو جينا بصينا للديفينيشن بتاع الهيلثي هاوس هنلاقيه بالظبط according to WHO زي بالظبط ما WHO عرفت الهيلث قبل كده وقال برضه complete is a state of complete physical and mental and social well-being with merely absence of the disease. هو نفس الديفينيشن بيتطبق على الهاوس، هو نفس الديفينيشن بيتطبق على الهاوس. وهنشوف قد ايه ان هو يبقى مهم. هو مش من ناحية الفيزيكال بس، لا في مينتال وفي سوشيال والبينج مهمين جدا. الهيلث هاوس كان الهيلث هاوسنج بروفايد في فيلينج اند سنس اوف بيلونجنج اند سكيورتي اند برايفسي. مهمين جدا الجزء الايموشنال بالنسبة لأي انسان ان هو يعيش في هيلث هاوس. كاركترستيك اوف هيلث هاوس لو جينا بصينا للصورة هنلاقيها موضحة حاجات كتير. أول حاجة اللوكيشن بتاع المبنى ده لازم يكون لوكيت إن بعيد خالص عن أي مصدر هيستوري للأريا دي، زي مثلا فلود، زي البراكين، زي الزلازل، زي الزلزال. كمان تاني حاجة إن إحنا بنهتم إحنا خلاص جبنا الأرض لازم يبقى المكان ده يبقى آمن مفيش أي هيستوري للمصدر. تاني حاجة البيلدينج ماتيريال للمبنى ده لازم تبقى سيف. ثالث حاجة وحدة ليفين المفروض الروم ان ذا هاوس شود ارينج بيلد اون فانكشن، يعني في ليفينج روم، في بيد روم، في ليفينج روم، في كيتشن. والبيد رومز نمبر بيلد اون ذا نمبر اوف ذا فاميلي ممبرز عشان اقدر امنع افويد اوفر كراودنج. سيبريت روم فور بيرنت اند تشيلدرن، لازم كمان يكون عندي فنتيليشن كويس في الهوم، لازم يكون عندي ووتر سبلاي، لازم يكون عندي سوليد ويست مانجمنت والسويش كمان. يبقى دي كلها حاجات مهمة. واللايف ستايل، اللايف ستايل بتاع البوبوليشن اللي جوه البيت نفسه، اللايف ستايل داخل جواه حاجات كتير جدا زي الفود هايجين، زي السموكر. وهنشوف قد ايه كاركترستيك بتبقى مهمة جدا جوه البيت. اتكلمنا عن كاركترستيك اوف هيلثي هاوس، هنتكلم عن كاركترستيك اوف ان هيلثي هاوس. هتبقى بالظبط الحاجات اللي ما تعملتش في اللي هي بتبقى على العكس تماما، اللي هي زي ايه؟ لو في باد لايت، لو في لاك فنتيليشن، لو في انديكوت ووتر سبلاي، لو في دامبنس، لو في بور اندور اير كواليتي، لو في اوفر كراودنج، لو انسيتبل بيلدينج ماتيريال اند ديزاين، انكريس هوم اكسيدنت، انكريس ديسبوزال اند هيومن رينج اكزكريتر. يعني على عكس الكاركترستيك بتاعتنا خالص. طب الحاجات دي كلها هتسبب لي ايه؟ هتسبب لي بعد كده health problem للpopulation اللي جوه البيوت دي، هيسبب لي ايه؟ هيعمل لي حاجة اسمها key health risk related to housing. حاجات معينة في الهيلث بتتأثر بالهاوسنج زي ايه؟ زي حاجات زي مثلا like what the people sleep or fall, increasing the risk of injury due to poor constructive or maintenance. لو البيت ده مفيش مينتنس للكونستراكشن اللي فيه المبنى نفسه، هيبقى فيه مشكلة ان الارض مثلا ممكن تدحلق، السلالم مفيهاش ريلز عشان ممكن الناس الكبيرة تطلع او التشايلد. يبقى كده
ممكن هو عرضة ان هو يسبب لي انجري واكسيدنت للايه للالدر بيبل او التشيلدرن. البور اكسبكت تو هوم ميكس بوث ذير ديسيبل اند بيسبب برضه ريسك للايه للانجري وستريس اند ايزوليشن. لو البيت ده مكانه بعيد الاكسبكت بتاعته سهوله الوصول للبيت نفسه الناس اللي ساكنه فيه هتبقى فيه مشكله ان هم يوصلوا في زي مثلا مفيش مواصلات زي ترانسبورتيشن يسبب لهم ده حالة من حالات الاسترس كمان يعمل لهم ايزوليشن. الهاوسنج لو انسكيور لو المكان ده لو البيت في مكان مش امن ممكن يخليهم دايما في ستريس فول حاسين بستريس فول في حياتهم. رابع حاجة ان الهاوسنج ده كمان ممكن الانهيلثي هاوس زي ما احنا شايفين في الصورة ان البيت لو انهيلثي الناس اللي جواها تبقى تعبانه يعني اكسبوز للبيات والكارديو فاسكولار او تقوم نتيجه بقى للاوفر كراودنج اللي جواه نتيجه لو كان بعيد نتيجه الحاجات دي كلها. وكمان لو في اندور بوليوشن ظهر البيات والهيلث لو مفيش اندور بوليوشن مفيش جود فنتيليشن جوه البيت نفسها هتسبب لي مشاكل. crowded index increase risk of exposure to infectious disease and distress. زي ما احنا عارفين معدل الامتحان في البيت وقلنا ان المفروض number of rooms تبقى مناسبة لل people لل number لل family number تمام لازم يكونوا متناسبين مع بعضهم علشان نقلل exposure to infectious disease and distress. كمان لو موجود inadequate water supply sanitation facilities affect the food safety and personal hygiene هتأثر على النظافة الشخصية بتاعت البوبيليشن الفاميلي دي اللي عايشة في البيت اللي هو يعتبر فيه مشاكل في الوتر. كمان في الأربن ديزاين that discourage physical activity contribute to obesity conditions زي الديابيتس وزي البروفينتال اند الكارديوفاسكولار. طبعا احنا عارفين ان الاربن ديزاين غير الرورال ديزاين. الاربن ديزاين ساعات بيحكمنا في ان احنا كل حاجه بقت سهله فبتقلل من الفيزيكال اكتيفيتي بتاعتنا بتقلل كمان ان احنا نقدر نعمل اكسرسايز فهنلاقي نسبه الديابيتس والمنتال والكارديوفاسكولار ديزيز الحاجات دي كلها هتلاقيها في اماكن الاربن اكتر. لكن هتلاقي الناس الفيزيكال اكتيفيتي البيوت نفسها فيها مسافات فبيقدروا يمشوا لكن هنا دايما في الاربن هتلاقي المواصلات فالدنيا بتبقى سهله فمفيش فيزيكال اكتيفيتي كفايه. طيب اخر حاجه الانسيف بيلدينج ماتيريال او بيلدينج بيرتد نفسها او بيلدينج هوم از انسيف لوكيشن كان سبوز بيبول تو رينج اوف ريسك زي مثلا انجري دي تو بيلدينج كلها زي البيوت اللي بتقع نتيجة مثلا من ان الناس بنوها the building material unsafe. هنا قلنا يعني ايه unsafe building هنشوف حاجتين زي ال slumless quarter وهنعرف الفرق ما بينهم دلوقتي. And overcrowded and destroying district of the city or town usually inhibited by very poor slum can be found in most large cities around the world. يعني الكلام ده هي بتبقى inhibited by very poor. طيب تفرق ايه عن سكواتر؟ ما هما الاتنين بيسموا عشوائيات لا هو يفرق هو المفروض ان الاسلام من سكواتر هي تعتبر الاتنين نفس الديفينيشن هو overcrowded و inhibited by poor by poor people بس في فرق هيبان في السكواتر. السكواتر بتبقى عبارة عن building on unauthorized unserved land typically not following the land policy of the city. يبقى معنى كده الكلام ده ان بيكونوا الاتنين متفقين مع بعض ان هما نباتيه باي فيري بور ولكن ان الاسلام بتبقى authorized لكن السكواتر بتبقى unauthorized. ايه الفرق ما بينهم؟ بتبقى دي اراضي حكومية بتبقى ساعات بتبقى السكواتر دي على حدود البلد من بره بتيجي ناس تيجي ناس تسكن فيها نتيجة مثلا غيرت وظيفتها غيرت حاجة فهتبقى تعمل لنفسها سكواتر معينة وبيقتطموا الأماكن دي جنب شغلهم
بتبقى بعيد شوية عن ان هي بتبقى مش عنصر 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 يعني عنصر يعني ما تكونش داخل لها مية وما تكونش مخدمة من قبل الحكومة، ان هي بتبقاش داخلة في السيتي جيزك البلاد نفسها. ده الفرق ما بينها وبين الاسلام. لكن الاسلام بتبقى فيها بعض فيها الخدمات موجودة، بس مش معملها مينتنس. لكن السكوتر خدمات اصلا مش موجودة، لان هي مش محطوطة تبع الفيزيكال يعني. كلاسيك اوف اسلام بتبقى عبارة عن البور اندور اير كواليتي وانفيرمنتال بيكون بور اير كواليتي وان ادكويت هاوسنج فاسيلتي اوفر كراودنج، وكمان الهيلث ريسكس فور بور سانيتيشن اند ان سيف الكتريك كونكشن. كمان هاي ريت اوف بوفرتي يكون فيها هاي انفلونس اوف ان امبلويمنت اللي هي بتبقى نسبة البطالة عالية فيها، وبيكون فيها كمان عوائد المنتال إلنس الأمراض النفسية والإيكونوميك سيرفيسنس بتبقى لو فيري لو، وفي مونيزيشن، وفي كمان لاك أوف دريكنج ووتر، وفي لاك أوف بيزك هيلث كير وأنتيميتي أند يعني أنتيميتي إنفيرومنت، وفي لو ليفنج أوف ورك أوف لايف. فايف تايب اوف سلام هاوسينج تراديشنال مودرن شانتي تاون اندستريال اند رورال سلام هاوسينج. تراديشنال سلام بتبقى ان ذا انر سيتي ان ذا اولدر تاون اوفر كراودنج وانستراليزيشن بوليوشن اند بور انفايرمنت. يعني معناه ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان هي بتبقى تراديشنال سلام دي في الانر سيتي جوه البلاد القديمه، زي ما تقول المدينه القديمه يعني البيوت القديمة اللي ده بتبقى البيوت القديمة اللي داخل المدن، داخل المدن برضو القديمة. طبعا البيوت دي بتبقى قديمة جدا، بيبقى فيها البور مينتنس اند لايك هاوسنج انفستمنت. دي هي زي ما بتقول ايه ان البيوت بتعجز زي الانسان بالظبط، تبقى خدماتها موجودة بس خدماتها بدأت تقل، بتبقى بور. فبتبقى دي طبعا خوتش بوست ستريت اوف هيومن هيلث بتأثر عليها، وضحية للتراديشنال اسلام. شايفين الجزء اللي تحت ده بتبقى بيوت قديمة جدا، وبتقوم بعدها البيوت اللي حواليها بتبدأ تتهد ويبنوها بيوت جديدة، فبتبقى بتبقى اولد جدا، وزي ما احنا قلنا بيبقى الخدمات بتاعتها بور. الاسلام بتبقى موجودة in many inner city where industrial pollution increase migration workers. من كلمتها معناها ان الاماكن الصناعية بيقتطم فيها الناس المفروض بيكونوا موجهين، اسمهم migrant workers، بيكونوا موجهين من اماكن بعيد، بيبقوا قريبين ناحية وظيفة معينة خلاص. بيبدأ مثلا بيشوفوا بيبدأ يعمل بيشوف مكان جنب شغله او جنب المصنع او جنب المنطقة الصناعية اللي هو يسكن في جنبها، ويبدأ يقتطمها، بيجي جنبه زميله ويعمل نفس الموضوع لحد ما تبدأ يتعامل اسلام، نسميها اندستري اسلام، تبقى مقتطنة جنب الأماكن الصناعية، وبتبقى معروفة إن هي بتبقى جنب المصانع وجنب الإيه. الاندستري اسلام بتبقى البيوت دي بتبدأ بيبدأ كل واحد يجي يعمل بيت لنفسه ويخدمها لنفسه، وبعد كده بتبقى لحد ما بتبقى سلام جنب بعضها، بتبدأ عايشة في وسط المصانع بنفس المنظر، بتبقى الأدخنة، بتبقى الحاجات دي كلها داخلة في بيوتهم. بينما تشانتي تاون هو بيبقى سيلف بيلت سلام. يعني ايه من الكلمة؟ يعني يمكن من الصور اللي انا حطاها لي بيقول لك ان هو everyone deserves a decent place to rest their head. يعني اي مكان هيلاقيه هيبدأ يريح راسه، بس هو يدوبك شخص ان هو حاطط الهيد بتاعته ونام وخلاص، مش مشكلة بقية جسمه. من الكلمة معناها ان هو سيلف بيلت، حاجة معمولة بالايد. بتبقى التشانتي تاون او سيلف بيلت دي بتبقى الدول اللي بتبقى ستيمنت اوف هو لايف امبروز دولينج ميد فروم سكراب ماتيريال، بتبقى من الماتيريال
من مواد الخلطة. مواد الخلطة دي يقدر يعمل بيها مثلا كامب اللي هو زي كامب أو في الزئور اللي هي بتبقى كربون زي الكربونات وزي المخيمات وزي الفيفلز بتبقى عاملة زي الكركون برضه. الحاجات الصغيرة دي بتبقى عاملة سيلف بيلت، حاجة معمولة من مواد الخضروات. احنا شايفينها دي هنلاقي بيوت من صفيح دي بتبقى سيلف بيلت، يجي واحد يعمل لك بيت صغير سيلف بيلت بقى ماتيريال، بيستعمل اي ماتيريال مستعمل زي مثلا الصفيح زي اي وات ايفر اللي بيستعمله، لحد ما بيجي برضه واحد جنبه وبعد كده بتتحول لايه ترانسفورمد لايه لسلام اريا. المودرن سلام بتبقى عبارة عن ترانسفورم شيب اند جروث ليبرتي اند هاي دينستي سيستم باكج ديفلوبمنت، عشان تحل مشاكل الشباب او مشاكل الاسكانية. دي بتبقى عبارة عن ايه، بتبقى عاملة زي مثلا ليها زي مثلا المساكن اللي هي بتبقى عاملة زي البلوكات جنب بعضها، بتبقى البلوكس بتاعتها عالية جدا، بتبقى المباني يعني هاي رايز بيلدينج، يعني المباني بتبقى مقدسة جامد جدا، بتبقى جنب بعضها، بتبقى برضه في الخدمات اللي جواها زي المساكن الشعبية كده بالظبط، اللي هي بتبقى عاملة قديمة، بتبقى السيرفيس بتاعتها برضه والمينتنس بتاعتها فيري بور، فما بتستحملش، بتبقى في وقت قليل جدا بتبدأ ايه تقل السيرفيس دي بالظبط. لكن هي مشكلتها في عندها مشاكل تاني، ان هي بتبدأ تقلل ايه السوشيال كونسيكونسز او السوشيال انتراكشن، بتعمل سوشياليزيشن للناس القانونيين اللي بيبقوا قاعدين فيها وعايشين فيها، لانهم بتبقى المباني البلوكات بتبقى هاي دنستي عالية جدا، وتبقى البيوت كلها يمكن سامعين صوت بعضهم البعض، بيبقوا مساكن بيبقوا موصلين اصواتهم لبعض، فدي حاجة بتخليهم تعمل لهم ايزوليشن. دي هتلاقي مثلا هي بتبقى عبارة زي هاي رايز بيلدينج بتبقى اوفر لوكينج سوتش از ليتل كونسيرن اوف بيلينج، بتبقى البيلينج بتاعتها والانترنال ديزاين والمينتيننس والبابليك سوشيال كونسيكونس، دي كل حاجة بتتأثر. شايفين البلوكات بلوك كلهم مع بعض، بيبقوا كمان كاشفين بعضهم هما كناس عايشين مع بعضهم، فبتبقى الدنسة بتاعتها عالية جدا، وبيبقى السوشياليزيشن بتاعتهم بتبقى قليلة جدا. يوغا الإسلام بيبقى فارمرز خاصة بالفارمرز والأجريكولتشر بروفايد هاوسينج انسنتيف سقف عشان يبقوا ورقة فلوس. في الرور الأرياف بيبقى فيها طبعا إسلام كتير جدا، دورينج وهنشوف دلوقتي منظر ليها الضحى ليها، بتبقى عاملة زي الإسلام دي، بيجوا ناس يقتنوها برضه نتيجة إن هما مثلا ناس جايين يشتغلوا في المكان ده في الأرياف، بتبقى من أرياف جوه أرياف جايين مثلا لوقت معين لجمع المحاصيل لشغل لفترة محددة، لحد ما بيلاقوا ان هو فرصة شغلهم هنا، فبيبدأوا يتجمعوا وبدأ كل واحد بيعمل له مكان وبيخدم هو مكانه بنفسه. في اللي هي كاتيجوري اوف انسيف اريا، الكاتيجوري دي فيهم 4 جريد بالظبط. فور جريد 1 اللي هو لايف سايتنج اريا، وده بيشمل اللي هو بيلت اون بيلت ان سايتنج لوكيشن ساتش از under clearing geological formation، لو هي أماكن زي ما احنا قلنا قبل كده مسكونة مثلا بهيستوري بأي بتفتح قبل كده في المنطقة دي، دي بتعتبر أعلى جريد اللي هي life threatening area. تاني جريد الأريا دي unsuitable shelter condition، unsuitable shelter condition لو البيلدينج الماتيريال نفسها في مشكلة ممكن يعمل المبنى بيلدينج كله. تالت جريد اللي هي بيبقى اسمها الهيلث ريسك اريا، دي انكلود هاوسز ذات لاك اكسس اوف تو كلين درينكينج ووتر وسانيتيشن، واي حاجه بقى تخص الايه الاجزاء اللي هي الاير والووتر تخص السانيتيشن. رابع جريد اللي هي تخص الستيبل تنشر، يعني ايه الستيبل تنشر؟ دي اللي هي لحيازه المكان نفسه، حيازه المكان نفسه زي مثلا اللي هي ايه مباني الاوقاف اللي هي مكتوبه عندكم فاهم اللي هو كتاب دومينتي اللي هي أوقاف المساكن دي، بيبقى في ناس أولنا وبعد كده يقولوا دي طلعت أرض وقف أرض وقف. ده بيوت شروق وغايد لاينز
منحاصي جامد خالص. لقوا ان الجايد لاين بتاعتهم كانت فوق اللي هو الامريكو في الديفينج سبيس اللي هو كودنج اندكس، عايزين نحطه ليه بعض الريكومنديشن عشان يبدا يقلل انتشار العدوى. بعد كده الهاي اند، الهاي اند لو اندور تمبريتشر ده برضه حط لها ريكومنديشن، والانجل هازارد انزل، والانجل هازارد اللي ممكن تحصل من اي بيئه من البيت، والاكسبيرتي هاوسنج اوف ديليفري والفانكشن بيرمنت، وكمان الاكسبيرتي اللي هي سهوله الوصول لبيوتهم. Egypt program related to sustainable cities and communities. According to the grade اللي فوق دول عملوا Egypt ايه البروجرام نوعيتها، عمل اتنين بروجرام. اول بروجرام اللي هو expansion and social housing programs، يعني expansion social housing program اللي هي توسع في المساكن، في المساكن في 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 المشروع، في مشروع المساكن الاقتناعية. يعني ايه الكلام ده؟ جمعة 2014 التارجت بتاعتهم اللي هو ارقام فاميليز الام تو بروفايد، عملوا 600,000 هاوسنج يونتس ان 4 اورز، يعني خلال 4 سنين 2014 ل 2018 عملوا 600,000 وحدة سكنية. تمام، زي اقرب مثال اللي هو سكن كريم، يعتبر ده الجفرمنتال بروجرام ان تو بروفايد هاوسنج فور لو انكم هاوس هولد. في ايجيبت عمل بروجرام اوف ابجريدنج سلام ريا تو سكيور سيف هاوسنج فور اول. تمام، معنى ايه الجملة بقى؟ ان ايجيبت عملت ابجريد، يعني كلمة ابجريدنج الاسلام يعني بدأوا يعدلوا في الاسلام نفسها. تمام، هي الاولانية وفروا وحدات سكنية للاماكن اللي هي خلاص عدوا، لكن هنا البروجرام ده هيبدأوا يعملوا ايفاكويتد لبعض الاسلام دي، يعني يفضوا الاماكن دي شوية ويبدأوا يعملوا اصلاح للاماكن دي ويرجعوها تاني للناس. زي مين اللي هو الاماكن دي لسه عدوا؟ طبعا المساعدة اللي هو فين عمل نون جوفرنمنتال، مش لازم يكونوا حكومية بس، مش جوفرنمنتال بس، في كمان المنظمات اللي هي بتبقى نون جوفرنمنتال مستبلش عندهم انفورمال ستاندينج ديفلوبمنت عشان يقدروا يعملوا امبروف ليفنج كونديشن اوف سلام دول. زي مثلا حي الاستثمارات في كايرو، وكمان السمكين في سوهاج. الهازارد اوف بيت هاوسنج، يعني ايه الهازارد اوف بيت هاوسنج؟ الهازارد اللي هتنتج لي عن طريق الكاركترستيك اوف ان هيلث هاوس او الاسلام من خلال الكلام، يعني مثلا زي يحصل فيكشرز ديزيز نتيجه مثلا للكلاودنج اندكس، معدل الزحام جوه الاماكن، ريسبيراتوري وانفكشن ديزيز زي مثلا كل حاجه بقى ايه اللي فيها انفكشن زي الانفكشن زي التي بي نتيجه للاوفر كلاودنج اللي جوه المكان. تاني حاجة كرونيك ديزيز، كرونيك ديزيز دي طبعا نتيجة للاندور الكواليتي سوبر كنترول طعم كونس كنترول يوتو، ممكن تعمل ريزلت ودي زي الأزمة والأبرجيك رياكشن، ومواد البناء نفسها اللي ممكن تستعملها، مواد اللي هي البينت نفسها اللي بيستعملوها، ممكن يستخدم برضه الأطفال اللي هو نيو ديفلوبمنت بروبلم تشيلدرن. وكمان ممكن تسبب لي انجلز، يعني انجلز دي نتيجة ممكن تحصل بانجلز نتيجة للفول والبرنس، نتيجة مثلا نتيجة للانديكوت، الانديكوت لايف بيحصل انجلز او فولينج اللي هما الاولدر ايج او تشيلدرن. اخر حاجة المنتال ديس اوردر، المنتال ديس اوردر دايما هتبقى الامنيتي هاوس طبعا اكسيف انتوز تمبريتشر، لو حرارة البيت عالية على طول بيسبب نوع من أنواع الستريس والأجريسي مش مبسوط، الكراودنج أو تشويه السيكولوجيكال برضه الستريس، معدل الزحام. تمام، وكمان إن هو هاي ريسك بيلد هاي رايز بيلدنج دي بتبقى بتقع في المدن بتسبب الأول بتقابل السوشيال انتراكشن بين الناس وبعضها، تبدأ الناس تتحرك إن هي تدخل حد عندها البيت ممكن جاره يبقى صوته عالي فيسمعه الضيف اللي عنده يسمعه، فبتبقى الهاي رايز بيلدنج عالية جدا ويبقوا جنب بعضهم بشكل ان هما بيسمعوا بعض في جميع تفاصيل حياتهم. رايز بيلدنج طبعا سوشيال ايزوليشن، وبرضه بيعمل لهم
مشاكل نفسية في الكوتش. وكمان الاكتيف نويز بيعمل ديستربنس. وبكده نكون وصلنا للآخر خالص، لآخر موضوعنا. احنا كده لمينا كل حاجة، اتكلمنا عن كل حاجة في الـ Healthy House، اتكلمنا عن Definition of Healthy House according to WHO، اتكلمنا عن Concept of Hello Healthy House و Concept of Unhealthy House و Slumless Quarter و Gypsy Motion، و اتكلمنا عن Hazard of Unhealthy House. الهازارد اوف بيت هاوسنج يعني ايه هازارد اوف بيت هاوسنج؟ الهازارد اللي هتنتج لي عن طريق الكاركترستيك اوف ان هيلث هاوس او الاسلام من خلال الكلام، يعني مثلا زي يحصل فكشرز ديز نتيجه مثلا للسكاوتنج اندكس، معدل الازدحام جوه الاماكن، ريسبيراتوري وانفكشرز ديز زي مثلا كل حاجه بقى ايه اللي فيها انفكشرز زي ريسبيراتوري انفكشرز زي السي دي نتيجه للاوفر كراودنج اللي جوه البيت. تاني حاجة كورونا ديزيز، كورونا ديزيز دي طبعا نتيجة للمنظور الكواليتي سوبر كنترول ضعف كونس كنترول تو، ممكن تعمل ريسبيرتوري ديزيز زي الأزمة والألرجيك رياكشن. ومواد البناء نفسها ممكن نستعملها، مواد اللي هي البينت نفسها اللي بيستعملوها ممكن يسبب برضه الأطفال اللي هو نيو ديفلوبمنت بروبلم تشيلدرن. وكمان ممكن تسبب لي انجلز، يعني انجلز دي نتيجة ممكن تحصل لانجلز نتيجة للفول والبرن، نتيجة مثلا نتيجة للانديكوت انديكوت لايف بيحصل انجلز او فولينج اللي هما الاولدر ايج او تشيلدرن. اخر حاجة المنتال ديس اوردر، المنتال ديس اوردر دايما هتبقى الامنيتي او طبعا اكسيف انفول تمبريتشر، لو الحركة بتاعها على طول بيسبب نوع من انواع الستريس والاتابيلتي اللي مش مبسوط، الكراودنج او شيء سايكولوجيكال برضه ستريس، معدل الازدحام تمام. وكمان اللي هو هاي ريسك بيلد هاي بيلدنج جديد اللي بتلاقوه في المودل بيسبب الاول ان هي بتستشفى انتراكشن بين الناس وبعضها، تبدا الناس تتحرك ان هي تدخل حد عندها البيت ممكن جاره يبقى صوته عالي فيسمعه الضيف اللي عنده يسمعه، فبتبقى الهاي ايس بيلدنج عالية جدا ويبقوا جنب بعضهم بشكل ان هما بيسمعوا بعض في جميع تفاصيل حياتهم. عايز تلفزيون طبعا سوشيال ايزوليشن وبرضه بيعمل لهم مشاكل نفسية في الكوتش. وكمان الاكتيف نويز بيعمل ديستربنس